السلام عليكم، معكم خالد سمو. اليوم ان شاء الله سيكون حديثنا حول ثلاث عملات او عفوا اربع عملات رقميه اللي غنقوم بالحديث عنها. اول شيء لعمله جي ام تي، عمله جاسمي، عمله البيبي دوك، وكذلك عمله جديده اللي غنهضروا عليها وهي واحده من العملات اللي عندها بدايه قويه ومازال غادي نهضروا عليها ان شاء الله في المستقبل بشكل قوي. عمله ربما دخولها الى سوق الكريبتو جاء بواحد الفتره اللي هي سريعه جدا، ما بقاش ليها بزاف حتى ان باش تم الاضافه ديالها في الكوين ماركت كاب وحتى يعني في المنصه ديال البوبيت، وغادي نشوفوا هذا الشيء هذا بزاف يعني في هذا الفيديو هذا. وحتى ماركت كاب اللي عندها ماركت كاب اللي كعمله يعني هي فقط في بدايتها هو ماركت كاب اللي ضخم. نمشيو ونبداو في اول عمله اللي غادي نهضروا عليها، وانا جاوا فقط هنا باش ناكدوا على التحليل اللي هضرنا عليه على البيبي دوغ والناس اللي هضرات البارح وقالت لنا اننا نديروا التحديث واش السعر مازال مستمر في الصعود. فكما اخبرتكم يعني السعر سنشاهد المستوى، وكما اخبرنا راه تم الاختراق بنجاح هذا المستوى كيف ما رسمته هنايا، وحتى الان هو في طريقه الى ان يلامس المستوى اللي رسمناه لكم يعني في الفيديو الماضي. يعني حتى الان العمله حتى الان هي مناسبه، والعمله حتى الان البيبي دوغ هي من بين العملات التي ستحدث طفرة يعني خلال هذه السنة، وأود أذكر خلال هذه السنة لأن شفنا السنة الماضية الأعمال التي ليست فقط البيبي دوغ حتى شيب إينو سنشاهد أيضا يعني غتعمل واحد البامب إن شاء الله يعني في هذه السنة إن شاء الله، لأننا شفنا العمل وبشكل كبير خلال العام الماضي من كلا العملتين، واعتقد على ان هذه السنه هذه ستكون هي من اجل النتائج. هذا بالنسبه لعمله البيبي دوغ. نمشيو نهضروا على عمله جاسمين، كذلك من العملات التي هضرنا عليها وذكرنا لكم على ان هذه العمله هذه من بعد يعني او قبل ما تكسر يعني هذا المثلث اللي كنا رسمناه وهضرنا عليه في الفيديو اوكي في الفيديو ديال عمله جاسمي، هضرنا على ان هنا يعني تم الكسر هذا التريند هذا، وشفنا على ان العمله صعدت ولمست لنا المستوى الاول اللي هضرت عليه على انه المستوى 2.46، وكنا ننتظر المستوى 2.59، لكن اوكي ندير واحد الزوم هنايا ونشوفوا شنو طرا هنايا. يعني تكونات هنا واحد الشمعه ديال الابتراست اللي غنشوفوا من بعدها واحد العمليه ديال التصحيح من بعد ما رجع مره اخرى لملامسه جوج الاصفار 59. هاد الشمعه ديال الابتراست غادي نشوفوا عمليه التصحيح اللي تعتقد على انه مازال غادي ينزل اكثر من هذا المستوى هذا، وتنعتقد على انه مازال غيوصل للزون ديال الجولدن زون باش غاد اننا نشوفوا مره اخرى يعني دعم لهذه العمله هذه في مستويات 2.59. حتى الان العمله مناسبه للاستثمار، هي عمله جاسمي ما زالت مناسبه لانك توضع فيها اموالك يعني تفكر فيها كعمله جيده، وحتى انها متواجده حتى الان في منصات كبيره واللي من بينها منصه باينانس. نمشيو لعمله اخرى وهي عمله الجي ام تي اللي شفنا في خلال البامب القادم او البامب اللي شفناه يعني كان او هنايا غادي نهضروا على البوران اللي كان بخصوص العملات الرقميه. شفنا كذلك حتى صعود عمله جاسمي يعني الى مستويات كبيره، عمل واحد البامب اللي كان كبير وبعدها بدات مره اخرى تكون واحد الشمعه تعتبر واحد احد المظاهر ديال الضعف ديال هذه الشمعه اللي كتعتبر واحد كذلك شمعه الابتاس اللي شفنا بعدها مره اخرى عمليه تصحيح، وممكن ان يكون هذا الزون كذلك واحد المنطقه ديال دعم مره اخرى للعمله. لكن على العموم اعتقد على انه تم تكوين هذا القاع هذا اللي هو اعتقد على انه سيكون واحد المنطقة ديال الدعم بخصوص هذه العملة هذه، يعني هذه المنطقة هذه هو دعم جديد لهذه العملة هذه. اوكي هذا بالنسبة للجي ام تي. على ما اعتقد حتى الان عملية التصحيح لا زالت مستمرة بالنسبة لعملة الجي ام تي، واللي شفته على عملة الجي ام تي هي انها كتأثر بشكل كبير من خلال البيتكوين، يعني صعود البيتكوين يؤثر على هذه العملة بشكل قوي. هذا بالنسبة كذلك لعملة جاسمي. نمشي ونهضروا على عملة ستيك كوين. هذه العملة للمعلومة وحتى
يكون يعني في رأسكم. هذا ليس فيديو إشهاري بخصوص العملة، هذه فيديو من يعني فيديو بحثت عنه أنا شخصيا، وأحببت هذه العملة وأحببت طرحها لكم. هذه العملة متواجدة الآن على الماركت ديال البوبيت، عملة بقى جديدة، وحتى هنايا في الماكس سابلاي عندها 100 مليار ديال الماكس سابلاي. هذه العملة هذه اللي كتعتبر واحد من العملات اللي هي عملة قوية. هنا الفوليوم اللي وصل 318 خلال آخر 24 ساعة، رغم أنه نزل 34%. شفنا حتى عملية التصحيح اللي جات على بيتكوين أثرت على بزاف ديال العملات الرقمية. أوكي، هذا نظرة هاد العملة فقط إخواني، ركزوا معي جيدا. هذه العملة يجب أن تعرف كيف تتعامل مع مثل تتعامل مع العملات الجديدة. يجب دائما أن تراقب الأخبار، يجب دائما أن يعني تراقب الفريق، وبعدها تقوم بأخذ قرارك سواء في شرائك أو في بيعك. على العموم أنا أعتبرها فرصة مناسبة بالنسبة لي في خصوص هذه العملة، وسأقوم كذلك بوضع أموالي في ستيكوين. وهنا كتشوف يعني في الماركت كيب يعني هنا 20 مليون، 20 مليون اللي تم دخله يعني أو اللي كينا في الماركت كيب يعني حاليا بالنسبه يعني بالنسبه هذا بالنسبه للماركت كيب. وهي عمله يعني واحد من العملات اللي قويه، حتى ان اضافتها يعني الى الكوين ماركت الى الكوين ماركت كاب، يعني شفنا ان مباشره بعد الظهور ديالها يعني في هذه المنصه هذه، شفنا على ان حصلت على واحد الشعبيه اللي هي كبيره. يمكن انك تمشي حتى الكوميونيتي هنايا وتمشي لحسابهم على تويتر باش تشوف حتى يعني هذا الحساب ديالهم تويتر، وتشوف يعني كيفاش كيهضروا، وحتى المشاريع وتتبع الاخبار يعني من خلال الحساب ديالهم الرسمي في تويتر. هذا بخصوص الحساب ديالهم على تويتر. ولا مشينا حتى الكوين ماركت كاب وشفنا حتى هنايا في الويب سايت، عندهم تو ويب سايت يعني عندهم واحد جوج ديال المواقع اللي كيشتغلوا عليهم المشروع الخاص بهم. لكن على العموم اخواني، هذا الكوين هذه اللي كتعتبر واحد الكوين اللي ممكن انك توضع فيها اموالك وتوضع فيها واحد الهدف اللي غتوصل ليه، بعدها سوف تقوم بسحب اموالك. على العموم يجب عليك ان تحذر من العملات الجديده، وهذا الفيديو هذا فقط هو فيديو بحيث انني اطرح لك عمله وناس طلبت مني عملات جديده، ساقوم بطرح لكم عملات جديده، ولان الكل يعرف على ان العملات الجديده تكون فيها ارباح. على العموم هذه واحده من بين العملات اللي يمكن ان تستفيد منها في استثماراتك في هذا العالم اللي هو عالم الكريبتو. هذا فيديو سريع، احببت ان اقوم بالتطرق اليكم فقط للتحاليل العملات وكذلك وضع لكم عمله جديده. وان شاء الله سيكون عندنا حديث بشكل مدقق على كل عمله على حده مع وضع الاخبار. ان شاء الله الاسبوع القادم سيكون عباره عن الكثير من المفاجات، وان شاء الله سيكون عندنا تتبع لعملات مع الارباح التي سنقوم والحصول على النتائج التي سنقوم بذكرها ان شاء الله. وصلنا لنهاية الفيديو، ما بقينا الا ودعكم ونلتقي في فيديو جديد ان شاء الله في حلقة قادمة. تابعونا من خلال اشتراكاتكم، والسلام عليكم.